السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نأخذ لمحة سريعة عن إعدادات بلاي ستور أو متجر بلاي. لدينا القائمة المسدلة في الأعلى، نذهب إلى الإعدادات ثم نذهب إلى الإشعارات. أولا في الحقل الأول يخبرنا بإرسال إشعارات عند توفر التطبيق للتحديث أو تحديث التطبيق. الآن هي موفرة عند النقر، يقوم بإلغاء الإشعارات ويجب أن نأتي دائما لنتأكد. التسجيل المسبق أي يقوم بإرسال لنا إشعارات عند توفر إمكانية التسجيل المسبق للألعاب مثلا التجريبية، ويحتمل بأنها تعجبنا ونقوم بإرسالها لنا عندما يحتمل بأن هذه تعجبنا أو نهتم بها. ثم لدينا تفضل تنزيل التطبيق، نقوم باختيار عبر أي شبكة أي بيانات الهاتف والواي فاي، ولكن نختار عبر الواي فاي فقط من الأفضل، أو طرح سؤال كل مرة دوما، وهذا السؤال نحن نختاره. وثم لدينا تحديث التطبيق تلقائي، نختاره أيضا عبر الواي فاي فقط لأن عبر أي شبكة يقصد بيانات الهاتف أيضا، أو عدم التحديث في الاختيار الثالث. وثم لدينا التصميم، يكون فاتح أي أبيض وداكن أي أسود أو حسب ميزة توفر الشحن، ولكن الأفضل داكن. محو سجل البحث أي البحث الذي نقوم به يوميا. والإعدادات المفضلة لتطبيق جوجل بلاي يقوم بمسحها فقط في القائمة المفضلات والبرامج التجريبية والقوائم الأخرى.